إدى لاي أم الرابع عشر من كتيبته خليفة أبوه إذا يعتذر بعد فيديو له يقبل طفلاً على شفتيه. اعتذر الدلائي لأم الرابع عشر بعد انتشار مقطع فيديو له وهو يقبل طفلاً على شفتيه ثم يطلب منه مص لسانه في حدث أوبيم شمال الهند. وفي بيان صدر اليوم الاثنين، قال مكتب الدلائي لما أنه يرغب في الاعتذار للصبي وعائلته، بالإضافة إلى العديد من أصدقائه في جميع أنحاء العالم عن الأذى الذي ربما تسببت به كلماته، مضيفاً أنه يأسف على تلك الحادثة. وأشار البيان إلى أن الدلائي لما غالباً ما يمازح الأشخاص الذين يقابلهم بطريقة بريئة ومرحة حتى في الأماكن العامة وأمام الكاميرات. يأتي اعتذاره بعد أن انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لما حصل خلال حدث في مدينة دارمشالن الواقعة على سفحة تل في فبراير. وفي الفيديو يمكن رؤية الصبي الصغير وهو يقترب من الدلائي لما الفائز بجائزة نوبل للسلام قبل أن يسأل الصبي هل يمكنني أن أحضنك، ثم دعا الزعيم الروحي البالغ من العمر 87 عام الصبي على خشبة المسرح وأشار إلى خده قال هنا أولا، مما دفع الصبي إلى عناده وتقبيله. ثم يشير الدلائي لؤما إلى شفتيه ويقول إذا أفكر أخيرا هنا أيضا، ثم يسحب ذقن الصبي ويقبله على فمه، وبعد بضع ثوان أخرج لسانه وقال له مص لساني. وردا على الحادث قالت جماعة حقوق الطفل البارزة حق مركز حقوق الطفل ومقرها دلهي في بيان أنها الدين جميع أشكال إساءة معاملة الأطفال. وأضافت تشير بعض الأخبار إلى الثقافة التبتية حول إظهار اللسان، لكن هذا الفيديو بالتأكيد لا يتعلق بأي تعبير ثقافي، وحتى لو كان كذلك فإن مثل هذه التعبيرات الثقافية غير مقبولة. الدلائي لأمه هو القائد الديني الأعلى للبوذيين التبتيين، وحتى عام 1959 ميلادي كاف أن الدلائي لؤما يمثل القيادتين الروحية والدنيوية في إقليم التبت. وهو بطبيعة الحال راهب بوذي في جماعة القبعات الصفر غيلوغبا، والتي أوجدت على يد تسونغ كابن من 1357 إلى 1419. لقب ملك تيبتو خليفة بوذا في نظر أتباعه. كان دلائي لاما الرابع عشر آخر من حمل هذا اللقب هو من مواليد شنغهاي 1935، وكان يبلغ الرابع من عمره عندما اعتبر فريد من اللامات خليفة دلائي لإما الثالث عشر. ثم نصب في لاسا عام 1940 وأصبح يعتبر بوذا الحي.